فالمواطن المصري شاف كتير جدا، فكان لازم يصرخ، والصرخ النمل لما كتر قدر ان هو يوقع السلطه دي، زي ما شايف باين في الفيلم، في الافيش بتاع الفيلم، الناس في حجم النمل، بينما رجل عسكري الامن اكثر ضخامه زي جيم كونج والشخصيات الخرافيه الوحشيه. اعتقد ان الفيلم معبر قوي عن اللي احنا فيه، وهو مجاراه للواقع وليس محاكاه ليها، يعني مش بننقلها، لان النقل ده ملوش دعوه بالفن قوي، او لو النظريه فينتهت عموما، والقادم في السينما هو المجاراه. لا، بتكلمنا على فكره صديق البطل، هو هي تيمه معروفه جدا، ودايما عرض صديق البطل بيتقال له خصوصيه خاصه. كيف ترى صديق البطل في فيلم صرخة النمله؟ هذا النمله الذي كان يساعد النمله الاخرى بحيث ان هي خصوصا اللي جاي من بره، لما يشوف مصر تبقى مختلف عن مصر. هنا صديق البطل شخصيه دراميه كامله ومتكامله. واحد يكون ثلاثه، بدايه ووسط ونهايه، يعني هو له شخصيه مستقله، وده يرجع لان السيناريو مكتوب بحرفيه عاليه، في مخرج بيعرف يظبط خطوط الدراما في داخل الفيلم. شخصيه كمال انا بلعبها ممكن تقول هي مرايه جوده، لما بيجي من بره هو اللي بيقول له مصر عامله ازاي، او عينين كمال هي العينين اللي بيشوف منها جوده مصر وبتيجي تتالم بيها. في نفس الوقت كمال هو المحرض الرئيسي لجوده اللي هو عمرو عبد الجليل، على المظاهرات وعلى انه يقوم بثوره وانه يرفع قضيه على 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 رئيس الجمهوريه. وعلى فكره احنا رافعين على رئيس الجمهوريه القضيه دي، الكلام ده قبل الثوره على الفكره دي كلها راجع ان هو مواطن مصري مطحون، بس من كتر اللي شافه حواليه مش قادر يعمل حاجه، فبيسخن اللي حواليه او بيدفع اللي حواليه للثوره، بينما هو اترقب لانه اصيب بحاله من الجبن. واحنا كنا وصلنا لده، احنا كنا دخلنا في المنطقه دي، وفي ناس كتيره جدا اللي هم مش عايزين الثوره بحكم الخوف، لكن هم لو فكروا فيها هيلاقوا ان الموضوع اللي جاي احسن بكتير. يعني بعيدا عن الفيلم، نقدر نقول ايه عن اعمالك القادمه في الدراما التلفزيونيه او اي مجالات اخرى؟ انا يعني انت عارف توقف الحياه السينمائيه والدراميه او قله الاعمال بيقلل نسب العمل، وكذلك بيقلل بالنسبه لي انا نسب اختياراتي. يعني ممكن تعرض عليك، انا مثلا عرض عليا فيلمين لقيتهم استهلاك كامل للثوره بشكل استهلاكي او استثماري، ممكن نقول بيفكرني بالافلام اللي اتعملت بعد حرب اكتوبر، يعني اللي هو فيلم كان عادي جدا وفجاه هم داخلين الحرب في النص، مش عايز اقول اسماء افلام بس كان حاجات تضحك جامد يعني. فما دخلتش، فانا كنت دايما انا وزمايلي الفنانين الشباب بنقعد نتفرج على الفيلم ونقعد نهرج، يعني ازاي يا جماعه حد يعمل كده؟ فما تخيلتش ان انا اعملها، ويجي زمايلي بقى اللي هم بعد مني يقول لك احمد توفيق كان قفل يعني. فما رفضت الاشكال دي، يعني رفضت الشكل ده او الفكر ده. وصرخة النملة بالنسبة لي قفل الموضوع، يعني قدم اللي ممكن يتقدم، اسعى ان انا اقدم ما هو رومانسي، ورومانسية بالمعنى الحقيقي اللي هو مش شرط واحد يحب واحدة، فكرة انك ازاي في المجتمع ده تبقى بتحب وتنشر الحب اللي هو اساس قيام مجتمعك، البحث عن هدف، البحث عن مشروع قومي للبلد من خلال دراما حقيقية بعيد عن الدعايه والادعاء والتوجيه والجو ده. ان شاء الله في رمضان في مسلسل سماره، ده هيتعرض في رمضان، كنا بنعمله من قبل الثوره وبنكملها بعد الثوره، اتمنى ان هو يعني يلقى ترحيب عند الجمهور. كيف ترى العمل مع غادة عبد الرازق بعد الثوره وبعد التصريحات اللي هي تاثر بين الثوره؟ والله بص انا ما عنديش مشاكل مع الزملاء. انا عندي مشكله نفسه، الجمهور نفسه هيبقى واخد منها موقف زي القاهره لانها محطوطه في القاهره السوداء. اقول لك على حاجه، انا من يومين كلمني واحد صديقي، انا من المنصوره، كلمني صديق من المنصوره ما كلمنيش من زمان، فقال لي احمد انا عايز منك خدمه. قلت له ايه؟ قال لي انا عايز منك الاستاذ طلعت زكريا. قلت له ليه كده؟ انا معيش نجيب. قال لي انا بحب الراجل ده قوي، والراجل محترم جدا، وانا بطلع في التلفزيون كلام محترم جدا. اوكي؟ وانا بحبه قوي، وانا من جمهوره والجو ده، يعني الناس اه بتحب استاذ طلعت زكريا. انا بقى مش مبسوط منه،
يعني انا ضده في حته كده وخلاص، لكن ممكن اتفرج على فيلم. دي الفكره يعني. غالي عبد الرازق، بس انا دايما بسال لما حد يسالني مش بدافع عنها يعني، انا كده كده ماضي معاها في مسلسل يعني، مش من قبل الثوره ومش فارق معايا، وانا بشتغل بمنطق ان انا عندي موهبتي والناس بتبعتني اشتغل معاها. بس انا سالت ايه الجرم اللي عملته غاده، فلقيت الجرم مش موضوع. واحده قالوا لها انزلي تنقذ البلد، تخيل انت قاعد في البيت حد بيقول لك انزل انقذ البلد، حاسسك باهميتك وانت نجم عموما يعني، واللي بيكلمك الدوله. اوكي، وواحد يقول لي ان الدوله كلها كانت معارضه، اوكي انا من المعارضين اوكي، بس مش شرط ان كل الناس يعني. جارتي ست الكبيره ما نزلتش التحرير يعني، مش هقول لها انت عملت ايه. بعد كده غدا انا ما كنتش فاهم يعني، بس انا واحد من الناس اللي زعلت ان تامر حسني اتعامل وحش في التحرير. انا واحد من الناس دول يعني، زعلت ان تامر حسني اتعامل وحش في التحرير، رغم انا مش من معجبينه يعني، او مش من جمهوره. لكن فكره ان هو الراجل قال يا جماعه انا غلطان، فكره ان احنا نتهم الناس جايين كان الموجه مش هركب الموجه، على عكس غادة عبد الرازق انا فاكته خالص وقفل بقها. وانا لو غادة عبد الرازق واحنا في التصوير فهمت منها انها ضد الثوره، صدقني انا مش هكمل. انا ما بحبش اعداء البلد يعني. فاللي شفته من غادة كان غير كده خالص يعني. واحد قال لي انا والله ما كنت فاهمه وقال لي كذا، فانا قلت الحق. بعدها بيومين فهمت ان لها قرايب كمان في التحرير، وانا اعرف يعني ناس في حسابها بتهجس او بتهرج على فكره، بس انا اعرف قرايبها لان هم جيراني في المنصوره اساسا، فكنت اقولهم في التحرير فالكلام صدقته. دي الفكره يعني. لكن لو لقيتها بقى ناس لو بتقول يا ريس دلوقتي انت فاهم، اروح اولع في الشرايط يعني انت فاهم. فمع احترامي لغادة انا شايف ان احنا برضه نظرتنا للمواضيع مختلفه، ممكن اكون ثوراجي وانت مثقف فنشوف الموضوع مختلف. ده نشكر حضرتك على لقاء ممتع السريع دوت، ونشكرك على صراحتك المفرطه وعلى ايمانك بمبادئك. ميرسي جدا، شكرا.